التواصل يستمر والانطلاقات مستمرة ومتواصلة في هذا المسار المستمر. شوطنا متواصلة، شوط الختام ينطلق بحفظ من الله ورعاية خصص الإبكار المهجنات آل صايل في هذا الإبداع الكبير والإبداع المثير. هنا ايضا 10 اشواط خصصت لسن الاذاعه. شوط الختام انطلق قبل قليل بحفظ من الله ورعايته. مقدمه الشوط والمركز الاول في هذا المسار المستمر، الوصول من خلال تواجد هنا ايضا مع الصداره مع المقدمه وصايف مسر بن عبد الله بن محمد الرميثي مع الصداره مع المقدمه. والمركز الاول، المركز الثاني، المركز الثاني وصول من الهده سيل بن عبد الله بن سيل بن حارب العميمي. والمركز الثالث وصلت في هذا المسار ميسوره سالم بن حمد بن قناص العامري. والمركز الرابع في هذا الانطلاق وصلت مشاعل عبد الله بن جمعه الرحمه الدرمكي. بدا يتقدم الدرمكي في هذا المسار على مستوى المركز الرابع. والمركز الخامس محبة عبيد بن خالد بن محمد الرميثي على مستوى المركز. هنا ايضا الخامس والمركز السادس، المركز السادس، المركز السادس في هذا المسار وصلت دمعة خليفة بن علي بن راشد. هنا أيضا الاكتبي بدأ يتقدم وبدأ ينخطف في هذا المسار من خلال تواجد في هذا الإبداع المثير والخطير. سلطانة سالم بن سعيد بن منانة يقدم سلطانة. يا سلام على مستوى المركز السابع والمركز الثامن في هذا الإبداع والتحدي سمحة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي. بدأ يتقدم في هذا المسار وينطلق بن ثعلوب أحد ممثلي المصانع الجنوبية، أحد ممثلين المصانع
الصانع الجنوبية يتقدم في هذا المسار وينطلق من ثعلوب سالم بن حمد بن ثعلوب الدرعي وهنا أيضا القادم والمنطلق في هذا الإبداع وصلت في هذا المسار هنا أيضا ضبية محمد بن خلفان بن راشد المزروعي بدأ يوصل في هذا المسار المزروعي ويؤكد الحضور في هذا الإبداع والوصول من خلال تواجد هنا أيضا من خلال تواجد في هذا الإبداع روعة سهيلة بن عبد الله هنا أيضا بن حارب العميمي بدأ يوصل والواصل الشاهينية اشطيط بن سالم بن راشد بن أحبال هالكتبي بدأ يوصل بالأحبال في هذا المسار يا سلام أسماء قادمة شعارات واصلة في هذا المسار طامحة لتحقيق ناموس وانتصار هذا الشوط يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق شوط الختام شوط الختام لسن الإذاعة لسن الإذاعة لكن نعود لكن نعود إلى صدارة هذا الشوط إلى مقدمة هذا الشوط يا سلام يا سلام وصايف 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 مسفر بن عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي يؤكد انطلاقة وصايف على الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول في هذا المسار المستمر وفي هذا الإبداع الكبير والمثير لهذه المسار المستمر القادمة مع المركز الثاني دمعه 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 يقدم دمعه خليفة بن علي بن سالم بن راشد الكتبي بدأ يوصل في هذا المسار ويتقدم مع المركز الثاني ولكن التغييرات من سلطان مع بن منانة سالم بن سعيد منانة بدأ يتقدم مع المركز الثاني من الثالث إلى الثانية المركز الرابع السريع خليفة بن محمد بن زار الخيري بدأ يوصل بن زار في هذا المسار المستمر اسم كبير شعار قد اعتاد إلى منصات التتويج شعار قد اعتاد إلى خطف رموز يتقدم في هذا المسار بن زهرة يا بن زهرة ذكريات تدهم يا بن زهرة ذكريات تدهم في هذا المسار ذكريات هنا أيضا الكثير والعديد قدم هذا الشعار في هنا أيضا عاصمة الميادين وفي ميدان هنا أيضا تحفة الميادين يا سلام يا سلام يا سلام الواصلة في هذا المسار وصلت في هذا المسار معزه عزة ولكن الانخطاب من الهبيبة محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري بدأ يوصل في هذا المسار بن قنازل من المجاميع الخلفية قادم قادم من الصفوف الخلفية ولكن الرميثية ولكن الرميثية ولكن الرميثية يا سلام يا سلام مع وصايف مسفر بن عبد الله بن محمد الرميثي مع الكيلو الأخير مع الكيلو المثير مع صدارة هذا الشوط ومقدمة هذا المسار روح يا الرميثي روح شد الهمة يا الرميثي للوصول إلى القمة للوصول إلى القمة مع صدارة هذا الشوط سلطانة سلطانة قادمة مع المركز الثاني سالم بن سعيد بن منانة يقدم لنا سلطانة في هذا المسار ولكن وصايف مع المركز الأول روح يا الرميثي روح وصلوك الجماعة بن منانة قادم بن منانة قادم معه ليلا سلطانة سالم بن سعيد بن منانة سالم بن سعيد بن منانة المتحدي المتحدي يتقدم مع سلطانة مع سلطانة في هذا المسار وفي هذا الإبداع والرميثي ولا بن منانة الرميثي ولا بن منانة اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة لمن ناموس هذا الشوط لمن انتصار هذا الشوط بن منانة ولا الرميثي بن منانة ولا الرميثي حركوا
حركوهن حركوهن حركوهن، والرميدي صامد ولكن غير بن منانه، غير بن منانه سلطانه مع بن منانه، سلطانه مع بن منانه متسلطن على النواميس. سلام بن منانه، سلام سالم بن سعيد بن منانه مع الصداره وسلطانه. المركز الثاني وصايب مسر بن عبد الله ومطر الرميدي، ثالث وصل بن قنازل مع المركز الثالث بانطلاقه هنا ايضا سعيد بن قنازل ومسلم العامري. والمركز الرابع في هذا المسار وفي هذا الابداع المثير والخطير، المركز الرابع تقدم في هذا المسار شعار هنا ايضا اشتيد بن سالم بن راشد الكتبي اذا صح هذا التعبير. والمركز الخامس وصل شعار بن ثعلوب في هذا المسار المستمر بانطلاقة هنا ايضا سمحة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي. التوقيت الزمني هنا ايضا 9:26، تهانينا والناموس لمالك سلطانة سالم بن سعيد بن منانة القادم هنا ايضا من دارة الدنيا دبي. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.